أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر عسكري خاص للنباه باختطاف رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقا العميد طاهر الغرابلي. المصدر أوضح للنباه أن مجموعة مسلحة اختطفت العميد الغرابلي صباح اليوم من المدخل الشرقي لمدينة صبراتة أثناء قيامه بتوصيل ابنته إلى المدرسة. المصدر أشار إلى أن الغرابلي موجود في مدينة صبراتة منذ 7 أيام لحضور مأتم والده. طالب آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماع أمني على هامش مؤتمر باليرمو بمنحه صلاحيات القائد الأعلى للجيش، معللا ذلك بما تعيشه البلاد من مراحل انتقالية. من جانبه قال المتحدث باسم آمر ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن ما سماها القيادة العامة لا تعترف بوجود قائد أعلى إلا إذا كان منتخبا بإرادة شعبية على حد تعبيره. قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان كانت حاضرة بقوة على طاولة مؤتمر باليرمو. المصادر الإيطالية وفقا لوكالة أكي نقلت عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله إن التهديد الإرهابي ينطلق من الجنوب الليبي، موضحا أن الإتجار غير المشروع فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية لا يزال متفشيا ما يشكل خطرا أمنيا على عموم البلاد. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الانتخابات التي ستجرى في ليبيا وأقرها مؤتمر باليرمو سيبدأ التحضير لها من تاريخه عن طريق حل مجموعة من القضايا خاصة المتعلقة بالأمن. بوغدانوف وفي تصريح لقناة روسيا اليوم أكد أن الانتخابات التي اتفق على إجرائها في الربيع المقبل تتطلب إنشاء قوات مسلحة وأجهزة أمن موحدة إلى جانب بتجهيز المرجعية القانونية لها مثل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات حسب تعبيره. وأشار لأن بلاده تولي اهتماما خاصا الأزمة في ليبيا والجهود الدولية المبذولة لتسويتها بالتعاون مع الأمم المتحدة. أكدت وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين السالكين للطريق الواصلة بين ليبيا وإيطاليا في شهر سبتمبر بنسبة 87% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. ونوهت فرونتكس في تقرير حديث إلى تكثيف القوات المحلية الأوروبية من قدراتها على رصد المهاجرين غير النظاميين وكشف محاولة التسلل بعد تعزيز الدعم الأوروبي لها بحسب ما نقلت وكالة أكي الإيطالية. ختام الموجز للقاء.